يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتريت دارا وكان فيها أغراض قد اتفق عليها في العقد، وكان من هذه الأغراض تلفاز، فهل يجوز لي أن أؤجر الدار وبداخلها هذا التلفاز وهذه الأجهزة؟ إيش يقول؟ اشتريت دارا وكان فيها أغراض قد اتفق عليها في العقد، يعني اشتريت مع الدار، يعني اشترى الدار وما تشتمل عليه. نعم. طيب، يقول واللي تشتمل عليه معروف، ما هو مجهول. نعم. وكان منها تلفاز، فهل يجوز لي أن أؤجر الدار وبداخلها هذا التلفاز؟ أخرج التلفاز، أخرجه من الدار وأجر الدار، الحمد لله. نعم.